بسم الله الرحمن الرحيم. استقبلنا اليوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي شرفنا بزيارته في البيت. كان في استقباله عيان عائلته الخيا وبعض الأطر، وزيارة الحمد لله كانت ناجحة، زيارة استطلاعية للبحث عن أسباب ومشاكل بعض شخص معين، سيدة سلطانة خيا اللي سنة وهي عندها مشاكل تعاني منها. وزيارة الوفد يعني بعد استقباله من طرف الأسرة طرقنا لأمور تاريخية تربط علاقة عائلتها الخيا بالملوك العلويين، لأن نحن عائلة عريقة، ترك آباؤنا وأجدادنا في عنقنا بيعة قديمة منذ السلاطين العلويين، يعني منذ عهد الحسن الأول ومولاي يوسف إلى جلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله، وبعد الحسن الثاني ومحمد السادس أطال الله عمره. اليوم ناقشنا هذه الأمور التاريخية وتطرقنا أن لا يمكن لأي شخص أيا كان أن يتهم على أهل خيا بأي تهمة معينة، لأن اليوم الحمد لله التاريخ يتحدث، وعلاقة الأسرة بالبيعة وعلاقتها التاريخية منذ استيطان ساكنة الأقاليم الجنوبية في هذا الإقليم، كانت الأسرة عندها دور مهم في استقرار الساكنة في الإقليم منذ المسيرة الخطراء المظفرة. بعد يعني إعمار إقليم بوجدور الحمد لله كانت القبائل كلها وساكنة الأقاليم الجنوبية وإخواننا من الشمال كانوا عندهم دور كبير في إعمار الإقليم، واللي الحمد لله ازدهر ويعرف تنمية كبيرة، مشاريع كبرى تم يعني تتويجها بالمشروع النموذج التنموي الجديد اللي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 2015، واللي فيه طريق مزدوج تيزنيت العيون بوجدور الداخلة والميناء الضخم ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الجريفية الفلاحي الكبير الذي سينطلق قريبا واللي غادي تستفد منه ساكنة الإقليم. إذن الزيارة الحمد لله جات في وقتها وزيارة محمودة للمجلس الوطني والحقوق الإنسان، ونتمنوا أنها تتكرر، لأن المغرب الحمد لله في أقاليمه الجنوبية والأقاليم الجنوبية في مغربها، إذن الاستقرار والطمأنينة كينعم بهم إقليم بوجدور كما تنعم بهم الأقاليم الجنوبية كاملة وكما تنعم بهم المملكة المغربية. إذن لا مشكلة في زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا مشكلة في زيارة أي شخص هو مرحب به في هذا الإقليم، باش يتأكد ويطمئن أن الإقليم يعرف طفرة تنموية، الإقليم يعرف ازدهار الإقليم كباقي أقاليم المملكة. ناقشنا مع الإخوة والأخت اللي جاوا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض القضايا التي تهم الشأن المحلي في جانبه الحقوقي وشقه الحقوقي بحضور رئيس اللجنة الجهوية، وبحثا عن حلول لهذا الملف اللي جاوا يشوفوه، وفعلا داروا زيارة لبعض الأشخاص وبعض المقربين إلى غير ذلك، وإحنا منخارطين أي حل سريع لطي هذا الملف باش نتأكدوا يتأكد أي شخص أنها مغرر بها، وخاصة ترجع لجادة الصواب في أقرب وقت وتمشي مع الأسرة، لأن الأسرة الحمد لله وطنية إلى النخاع، ولا يمكن لأي شخص يشكك في وطنيتنا. هذه بنت من بناتنا، بنت فعلا الأب ديالها كان وطني وكان مخلص وبايع حتى هو على عناقه بيعة، على عاتقه بيعة رحمة الله عليه، ومن آبائنا وبخوتها وبخواتها الحمد لله، وأسرة عريقة. إذن بغينا الأخت المغرر بها ترجع لجادة الصواب ويتحل المشكل وينطوى طي نهائي. ومبادرة المجلس الوطني هي مبادرة محمودة
ونتمنى أنها تستمر. وإحنا راه الإشارة في البحث عن الحلول الناجعة والبحث أن هذه المعضلة نلقاو لها حل في أسرع وقت، في سبيل أن هذا الوطن اللي يزخر الحمد لله برجاله وبنسائه يكون في الاستقرار، ويكون ما يبتغي صاحب جلالة محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا. اليوم كعائلة الخي وكأسرة وطنية استقبلنا أعضاء المجلس الاستشاري الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، كانت بيننا معهم، صدفناهم في جلسة أخوية، رحبنا بهم واستحسننا الزيارة واستقبلناها بترحيب كبير. عبرنا لهم عن موقف العائلة، عنها عائلة وطنية، ثوابتنا اللي لا جدال فيها ولا تقبل النقاش، ونعتبرها مسلمات ونعتبرها رسالة توارثها الأجيال، البيعة المولوية اللي خلاونا جدادنا السلاطين العلويين، وتشبثنا بأهداب العرش العلوي، وتشبثنا بالوحدة الترابية، وعن نحن مغاربة أبا عن جد ورثوها لنا أبنائنا، ونحن اللي نورثوها بدورنا للأجيال القادمة. تخلق في جميع الأسر وتخلق في جميع المجتمعات لابد من طفرة، ولا لابد من 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 من, من أخطاء تكون أطراف مساهمة فيها أطراف خارجية تغرر بعض أفراد العائلة. نتمنى عنه يعود إلى جادة الصواب لينحاولوا بتعاون مع المجلس الاستشاري، بتعاون مع السلطات المحلية، بتعاون مع جميع تكاثف الجهود من 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 جميع المعنيين بهذا، لأن نتمنى أنها رسالتنا اللي خلاونا أباءنا تتم، ونتمنى أنها نحن كأسرة تتم على اللي خلاوها عليها أباءها في أباءها في أجدادها، اللي هي هذه منتنا ذي مغرر بها، وكان أطراف خارجية تحاول تغطي على انهزام ميداني بقضايا تستثمرها، تحاول تستثمرها في حقوق الإنسان، وذاك نحن ما لنا قابلينه. نتمنى أنها تعود لجادة الصواب، وأنها تعود لما اللي نعرفه نحن فيها، واللي يعرفوا أبائنا واللي يعرفوا أجدادنا. ونرحبوا بأي مبادرة، نرحبوا بالمجلس، نرحبوا بأعضاء، ونرحبوا بأي يدنا ممدودة للجميع من أجل حل هذا المشكل اللي نظروا عنه بض أكثر من 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 الوقت اللي كان خاصه يقبضوا. بطبيعة الحال هو تقديه أطراف خارجية ما يهون، عندها مصلحة، عندها في تغذية تغذي ذا الصراع، وتم تخليه تلعب به أوراق في محافل دولية، تحاول عنها تستخدم نحن ولا تستخدم حد تغرر به باش يعود ورقة تستخدمها في محافل دولية ثانية، ذاك نحن ما نقابلينه، لا ما نعودوا نحن طرف فيه. تمنوا عنها ترجع لجادة الصواب، تمنوا عنه ذا الملف ينحل بأخف ضرر. وكما قلنا وكما أكدنا وكما نأكدوا في كل مناسبة، عائلته الخي عائلة وطنية وتدافع عن قضيتنا الوطنية بكل السمات، وتشيد بالطفرات التنموية اللي تشهدها المنطقة من 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 دستور 2011 والإصلاحات اللي جات فيه في مجال حقوق الإنسان، الأوراش التنموية الكبيرة تلقاها صاحب جلالة نصره الله في مناسبة 2015 زيارته الملكية لزار مدينة العيون، والأوراش التنموية الكبيرة اللي عاد تعود بنفعها على الساكنة وعلى أبناء الإقليم خاصة.